نجمة جزائرية صنعت الحدث وأصبحت حديث العالم بعد حصدها الميدالية الذهبية في منافسة الجمباز في دورة الألعاب الأولمبية بباريس، وبعدما رفضتها فرنسا سابقاً ترد على السؤال الصعب: هل تعود لتمثيلها وتتخلى عن الجزائر في المستقبل؟ بين ليلة وضحاها تحولت النجمة الجزائرية الشابة صاحب 17 عاما كيليان مور إلى أهم الأسماء على الساحة الرياضية بعد إنجازها الكبير في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. النجمة الجزائرية تألقت في منافسات الجمباز في دورة الألعاب الأولمبية في الساعات الماضية وتحولت إلى حديث الساعة على الساحة الرياضية وخصوصاً في الإعلام الفرنسي. كيليا لها قصة كبيرة مع فرنسا نفسها، إذ أنها تملك الجنسية الفرنسية، وكان من الممكن أن تكون منافسة ممثلة للبلد المستضيف لدورة الألعاب الأولمبية لولا أنها رفضت من الأساس. الميدالية الذهبية التي حصلتها كيليا نمور هي أول ميدالية عربية خلال دورة الألعاب الأولمبية الحالية بعدما قدمت أداء أسطوريا جعلها محل إشادة الجميع، وعلى رأسهم الأسطورة الأمريكية سيمون بايلز التي أكدت أنها الأفضل دون منازع في جهاز التوازن مختلف الارتفاعات. الإعلام الفرنسي بدأ حملته مباشرة بعد التتويج التاريخي للبطلة الجزائرية لإظهار الحسرة على ضياع هذه الجوهرة لصالح الجزائر بدلا من تمثيل فرنسا، وبدأت المطالبات الفرنسية باستعادة بطلة الجمباز لتمثيل فرنسا في المنافسات المستقبلية وتغيير جنسيتها الرياضية. في الرياضات الفردية ومنها الجمباز لا يعتبر تغيير الجنسية الرياضية مسألة معقدة مثل ما هو الحال في كرة القدم، ما يعني أنه من السهل أن تغير البطلة الجزائرية جنسيتها الرياضية وتعود لتمثيل فرنسا. ولكن ما هو قرارها؟ أجابت كيليان مور على السؤال الذي طرح عليها بشأن مطالب الإعلام الفرنسي باستعادتها من الجزائر مرة أخرى، وكان ردها واضحا وصريحا ولم تتردد قبل أن تقول لا، مؤكدة أنها لن تتخذ أي قرار بالعودة من جديد لتمثيل فرنسا وأن مكانها في الجزائر. البطلة الجزائرية أكدت فخرها الشديد بتمثيل الجزائر وأنها متواجدة مع هذه البعثة، مؤكدة أنها عاشت سيناريو خيالي وصولاً إلى هذه اللحظة والتتويج بالميدالية الذهبية التي أشعرتها بصدمة كبيرة، موضحة أنها عاجزة عن وصف سعادتها بالميدالية الذهبية بالأولمبياد. الجالية الجزائرية في باريس كان لها دورها الكبير في حصد نمور الميدالية الذهبية في الجمباز، بعدما أكدت البطلة الجزائرية أنها نالت تشجيعاً كبيراً من جانب الجالية المتواجدة في العاصمة الفرنسية. كيليان مور أكدت أنها لم تكن لتشعر بمثل هذا الدعم أو تعيش هذه الأجواء لو كانت تمثل بلدا آخر، وهو ما سيدفعها للاستمرار في تمثيل الجزائر وليس أي بلد آخر، خصوصا أن فرنسا رفضتها من قبل واعتبرتها دون مستوى المنافسة.